نيجي بقى هنستعمل ايه علشان نطبخه؟ هنستعمل ايه علشان نطبخ الكشك ده؟ عندي عصير طماطم، شوربه، معلقتين كبار من الدقيق، بصل وثوم. وعلى فكره احنا في ناس ما بتنقعش ميه بتنقع في شوربه برضو، يعني برضو تحط الميه بدل الميه دي. انا عندي بقى شوربه كتير بروح احط له شوربه نقعه فيها عشان يبقى هي ايه شارب من الايه الشوربه كويس جدا. يعني في ناس ما بتنقعش في ميه تنقع في شوربه، بس انا نقعها في ميه، بس في ناس تقول لك لا انا نقعه في الشوربه احسن. تمام. طب نيجي بقى نعمله. بص هو شبه المطبوخ جدا، شبه المطبوخ جدا، شبه كاني بطبخ عادي، بطبخ عادي خالص. بمعلقه سمنه، بسم الله، معلقه سمنه كده نسيحها، واحمر بصلايه، احط فيها بصلايه يعني ادبلها حلو، اصفرها كاني بطبخ طبيخ عادي جدا جدا جدا. وبعدين هقول لك ايه، دي طبعا ليه مراحل مش طبيخه بس، اللي لسه في دقيق هيتحط بيربطه بيه بعد كده. ادي البصله، دي من الطرق بتاعت زمان ولغايه دلوقتي، يعني لغايه دلوقتي في الصعيد بيعملوها برضه، بس يمكن احنا مش في حته تانيه ما يعرفوهاش. شويه ملح. بصوا كده انا حطيت ايه، البصله مع السمنه، بس هحط لها سنه زيت كمان عشان ما ازودش سمنه تاني، وهحط بعد كده التومه، وادي عصير الطماطم. وانا مش هحط، انا مش هعمل كتير عشان ما ياخدش معايا وقت كبير، وهخلي بقى الايه الطماطم دي تتسبك قوي. تمام، تتسبك قوي. انا طبعا مش هستنى ده، فهستعمل المنقوع دوت، هاخد من ده المنقوع ده هستعمله. تمام. انا فاضل لي بقى ايه، الشوربه. لما يخلص ده هنزل الشوربه عليها، وهنزل فيها الكشك اللي هو منقوع ده، هاخده دلوقتي منه وهحطه، وهسيبه يغلي شويه عشان برضو يخش ايه في السوى. طيب هعيده بايه بقى؟ ما هي مش تاخد وقت، انا عامل حبه صغيرين قد طبق كده، يعني مش هياخد وقت كتير. معانا يا حنان، اهلا وسهلا يا حنان، كلمينا تاني يا حنان. هاخد بقى كده ممكن على الكميه دي معلقتين كده او معلقه ونص كبيره، ماشي يعني كده، وهدوبها في شوربه. هي كده يعني معقوله، بس مش مسبكه قوي برضو. حاضر حاضر، بس انا بس هاخد احط دي والشوربه عشان اسيب ايه مبقاش في حاجات كتير. اخد بقى ايه الحبه اللي عايزه استعملهم كده من الكشك المنقوع على الصلصه كده، ماشي. وادي الشوربه، بيرمي كتير ما شاء الله، واسيبها بقى تغلي ايه شويه.